هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك أعطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك أعطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة. يا طاير طيري بطيري، يا طاير طيري بطيري، طيري على مسكة العودة، يا طاير طيري بطيري، يا طايرة طيري بطيري، طيري على مسكة العودة. وبختك والدي خليفة، وبختك والدي خليفة، قابل الخبر والعلوم يقبل والعلوم، تعال هنا اجلس حيتي. مساك الله بالخير الوالدة. الله يمسيك بالخير على البرافو يطلع لك. اصلا يا امي يا حبيبتي اللي ولدها خليفة، ها خليفة جياب الغنايم ودلال العرس الكبير، ما تخيط كميم للناس. الله يهديك يا ولدي، ذاك قبل يوم كنت أقر الكميم وترزق منهن، الحين الحمد لله الله يسر علينا. نعم لو تراني قاس اللي قزر وقتي بيهن. هي يا خليفة ما يخفى عليك الخيط والإبرة بيني وبينهم عشرة عمر طويلة ومحبة كبيرة. نعم الحمد لله رب العالمين، انت تو صرت رجال وزراع البيت وصرت اعتمد عليك. نعم هذا البيت الكبير العظيم اللي عشت فيه سنين طويلة وانا معاه الخيط والابرة، ما حد كان معي يا ولدي، ما حد. نعم اشكيلهن همي واسولف معهن. ما يقوس تو يوم الله يسر علينا اعقن في الهول ولا ادسن في المندوس، لا يا ولدي لا. وبعدين أنا تراني متعودة على الخياطة ليل ونهار. زين أبوي زين زين. فضلي يا أمي يا حبيبتي فضلي، هذا هو شغل اليوم. فضلي خليه معك يا ولدي.
ما كل مرة كل ما أعطيك الغويزات تقول خليهن معك وخليهن معك. أحسن شيء تخليهن معاك أنتي وتضولينهن يا أمي، أحسن شيء معاك أنتي. وبعدين اللي ما يحسب حساب باكر، صدقيني ما يحسب حساب اليوم وباكر بعد. نعم، ليش قلت يحسب حساب باكر؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد والشكر لك يا رب. ولدي خليفة صار يحسب حساب باكر ويقول هذا الكلام؟ شفت يا خليفة عاد، شفت إن اللي ما إلى أب إلى رب. الحمد لله رب العالمين. في يوم من الأيام يا ولدي يا خليفة كان رزقنا من الخيط والإبرة، الحمد والشكر لك يا رب. والحمد لله الحين أنت صرت تغيب وتجيب. نعم تجيب، بس دي المرة كم جايب؟ المرة الله يسلمك ومن شغل اليوم 35 ريال. 35 ريال في يوم واحدة ومن العرصة؟ الحمد لله رب العالمين. دي غاوية يا ولدي، بس دي بعد غاويات. الحمد لله رب العالمين. أظهرهن حالك أدسهن. نعم أضولهن كما قلت. ضولي ضولي. وترعاني عاد أكيد الحين جاي على ضواريب بطنك، أسير أسوي لك شوية روقة تو جاي أجيب لك العشاء. يلا ظهري عاد ترى من الكمة. يلا ألف ريال مبلغ كبير يا مبارك. وهذا اللي شاغل لي عقل الحين أنا يا أخوي يا أحمد، يعني أنا ممكن أحصل مساعدة من الحكومة، قرض بدون فوائد، بالإضافة للمنحة اللي بحصلها من وزارة الزراعة. لكن بعضها في كل الحالات المبلغ بالنسبة لي بعد كبير. تبغى الصراحة؟ فكرة المزرعة العلمية شدت عقلي واجد، وأنا بنتظر النتيجة عندك. وإذا أنت نجحت في مشروعك أنا بتشجع وبأمل نفس مزرعتك. المزرعة العلمية ما خاضعة لعنصر المغامرة، بالعكس هذه المواضيع مسائلها محسوبة تماما. يا صديقي العزيز أنا لو قويت قلبي ممكن أدخل معك شريك. يا ريت يا ريت يا ريت يا أحمد. في هذه الحالة نحسب المبلغ اللازم بعد المنحة من الحكومة، وبالنسبة للتمويل الباقي نقوم نتقاسمه. يا سلام، إذا مسألة التمويل ما صارت مشكلة، بالعكس هذه صارت ضمن إمكانياتنا. إذا توكل على الله، وإحنا من اليوم وراح شركاء في المزرعة، وهذه إيدي في إيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله خليفة تعال تعال نغطي يدينك ما دام الأكل بعد صارخن. تعال جالس على ضواري بطنك كذاك. تعال أبوي تعال. لا ما أنا ما أشتهي، ما أعرف كيف ما أشتهي. أنا أحس إن فؤادي مصطد بالمرة على الأكل، ما أدري ليش. تلاقي مصطد بيكون مخربط برا على البيت ما أكل لك شيء. لا والله لا ماكل ولا متعش ولا شيء، بس ما أعرف كيف أحس إني ما مشتهي ما باغي، ما أعرف ليش. خليفة علامك يا أبوي، كني أشوفك ما عليك الحال. خير؟ لا ما خير خير، ما في شيء ما في شيء. بس بصراحة يعني ما ابي اشغلك معاي انا، واشغل عقلك بروحك ما ناقصه وكل مشاكل انا. يا الله يا خليفه كيف عيد الشر انا امك كذا خبرتني ولا شكيت لي همك؟ علامك يا ابوي تكلم، ايش انك ضامن عني؟ يا امي يا حبيبتي انا جالس افكر طول هالوقت ان كيف تعبي وشقاي وجهدي جالس يصير لغيري. الله يهديك يا ولدي، انت اليوم جايب جايب معك من العرسه 35 ريال، وهذاش مبلغ زين، وانا عمري ما كنت احلم انك تجيب هذه الفلوس. الله يهديك يا الوالد. بس هي هي لو تعرفين كم يطلع ولدك في اليوم. والله ما ادري ابو، تقول لي عليها صدقه تراني ايش تراني. زين حسبي معي وشوفي، انا اعطيك في اليوم 35 ريال، ومثلهم ياخذهم مني سيف بارد مبرد وحاط رجل على رجل. 35 ريال في اليوم يوصل له،
وانا مساكين مثل الطير مثل الطرف العرصه من شجره لشجره ابيع لهذا واشتري من هذا وابيع من هذا وحالتي حاله في العرصه وايش في الاخير؟ في الاخير سيفو ياخذ النص وانا النص. يعني انت في اليوم تربح اكثر من 70 ريال؟ والله انه مبلغ زين. طبعا زين وشغل زين بعد وانا مرتاح منه، لكن ما زين حالي انا، زين لغيري لسيف وشلته. سيف يبا وفلان يبا وعلان يبا، انا يا امي اربح اكثر من كذي بكثير، اصلا اكثر من كذي. انا امي اطلع في اليوم تقريبا 100 ريال واكثر، لكن سيف باغي وهذاك باغي وادفع لفلان وادفع لعلان، انا ايش اسوي يعني؟ وفي الاخير ما يصفى لي كلهم امهم وابوهم 30 ريال، انا بعرف ايش اسوي يعني؟ لا والله ما يستوي حشي. طبعا ما يستوي، انا عشان كذي ما باغي اخبرك عشان ما اغمك معاي واخليك مرتاحه احسن لك. لا 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 لا، انا ما ارضى الناس توكل تعبك. نعم يعني ما ارضى. لا والله ما ارضى وما بسكت بعد. ايش نسوي يا امي؟ ترى ما في اليد حيله. انا طول عمري طول عمري بجلس اشتغل وشغلي يروح لغيري. زين وانت ليش ما تفتح عينك؟ ليش تدفع لهم؟ اسمع امي نوبة، اول ليش تدفع لهم؟ انا مضطر ادفع لهم، لازم ادفع لهم لسيف وشلته هذول. انا امي لو كان معي راس مال كان اشتغلت ودبرت امري، دبرت امري وما حد يقدر يتكلم علي كلمه واحده. لكن انت عاد، انت الله يهديك. انا يا ولدي؟ وانت؟ انا دائما احن عليك واقول لك يا امي دبري لي راس مال، دبري لي راس مال اشتغل به. لكن انت جالسه تستغلين علي. انا يا خليفه؟ اي نعم انتي. هذا انت كيف شايف ولدك يربح؟ ولو كان عندي راس مال، متوفر عندي راس مال، كان صدقيني بربح آلاف، نعم آلاف. هذا يمكن في الشهر او اقل من شهر بس. في الشهر؟ حسبي معي. الشهر كم؟ ما 30 يوم؟ نعم 30 يوم. انزين حسبي كم يطلع خلال؟ صبر صبر صبر. نقول 70 فوق 70. ايش احسب يا ابوك وايدات؟ والله ان كلامك صحيح؟ اي طبعا. لكن المشكله ما حد راضي يصدقني، صدقيني ما حد راضي يصدقني، الكل يستغل هذا الذكاء وهذا النشاط وهذه الهمه. ياخذوا الفلوس من الصوب وانا مساكين اخذ هالكمين بيس وفرحان. اسميك يا ولدي يا خليفه هبه ريح، وانا دائما اقول هذا الكلام. نعم هبه ريح. وانتي فزعانة نرهن البيت ب10,000 ريال وما نقدر نسدد الدين ونخسر البيت، ما كذاك؟ بس يا ولدي هذا البيت عزيز وغالي علي، صراحة ما أقدر أفرط فيه. هذا عجب انك يا أمي، عجب انك ان تعبي وشقاي وفلوسي وأموالي كلها تروح للغير، عجب انك. لا الله ولا عباده يرضوا بهذا الشيء يا ولدي. ومن ثم انت ان شاء الله مباكر يعني بتتزوج وبيكونوا لك اولاد، فلازم يعني تحفظ بيستك وتشوف عمرك تدبر امورك يعني. صدقيني يا امي، صدقيني لو كانوا في يدي 10,000 ريال بعمل العجب في السوق، كان بقلب السوق فوق تحت، بوقفهم كلهم على رجل، ما بخلي واحد ما يعرف من هو التاجر خليفه بن سهل. لكن انت يلا يهديك كل منك. بس يا ولدي خليفه، بس ابوي، بس لا تقطعني في وادي، تراني ما اتحمل دمعه منك، يكفيني هذا، انا في وادي شحمه. اسمعني يا ولدي، خلاص انت دبر امورك وتوكل على الله. ورهن البيت. ما شاء الله ما شاء الله يا ناصر، الله سبحانه وتعالى ناشر الخير والبركة في المزرعة. الحمد لله يا عم حمود، الحمد لله. مزرعتك قربت للقطاف تراها، وإن شاء الله تحصل ثمن زين. الله كريم الله كريم. أنت تعبت وخسرت يا ناصر، وإن شاء الله بتتعوض. تعرف يا عم محمود أن هذه المزرعة خسرتني ماي واجد، ولو كنا نسقيها بالتنقيط كما قالوا في التلفزيون ما كان خسرنا كل هذا الماي.
لأن سقاية بالفلق 50% من هذا المياه تروح في التراب ويتبخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم؟ أي نعم يا أخي العزيز، هذا مكتب سماء للخدمات التجارية. أنتوا قرأتوا إعلاننا في الصحف؟ بارك الله فيك يا أخوي، بارك الله فيك. أي نعم، إحنا حاضرين ومستعدين في أي وقت. لحظة لحظة، ما معك أخي؟ يا أخي العزيز، إحنا من أهدافنا خدمة الزبائن، بس ما قلت لي أنت منين تتكلم؟ من هالصاص؟ يا أهلا ومرحبا بهالصاص وأهل هالصاص. بصراحة قح هالصاص موجود ونعم تضرب المثل، هذا قح هالصاص ما لعبة. ايه نعم يا أخي العزيز، عفا عليك، احنا حاضرين في أي وقت. حياك الله في المكتب، وإن شاء الله بنتكلم في أي شيء تبغاه، واحنا حاضرين في أي وقت ونتفاهم في أي وقت. ايه نعم حاضرين يا أخي العزيز، عفا عليك. بس زين زين، بعطيك 10,000 ريال. هات أوراق البيت أولاً، وبعد بكرة بعطيك الفلوس. خلاص اتفقنا أستاذ حليس، وأنا قبل أن تخرج أرسل بدل الرقم. أوه صح، نستأذن أستاذ حليس. يلا حياكم الله. نستأذن حياكم الله. إذن بعد بكرة لنا لقاء. زين يا أخوي زين، إحنا حاضرين ومستعدين لكل الطلبات، ولا يهمك يا أخي العزيز، ولا يهمك. يلا في امان الله، مع السلامه يا اخي العزيز. مالك خلفان الله يهديك، مالك خير ان شاء الله، ايش فيك؟ اسمعني سيف، تراني ابوي اذا كان انفي هذا ما يشم، وعيني هذه ما تشوف، ان كان قلبي هذا كما قلت لك قبل ما يكذب. خير ان شاء الله. ايش هناك يا خلفان؟ العرصة يا سيف، العرصة يا اخوي صارت تراها لعبه. كيف يعني؟ شيء هناك جالس يستوي في العرصة يا سيف، وأنا تراني وعني ما فهم منه. الأسعار يا سيف، تسعار خير إن شاء الله. ما لها الأسعار يا خلفان؟ الأسعار جالسة تطلع وتنزل يا سيف. ها نعم. ترى هذه حال العرصة، عقب حال مو مسوية العرصة، ما حال بيع والشراء، يعني شيء شاري وشيء بايع وشيء ربحان وشيء خسران. هي يا سيف أنا ما قلت العرصة تراها ربح وخسارة وتجارة، تسمعي؟ لكنه يا سيف كونه انه راس الغنمة يستوي اليوم بمية، ها؟ وباكر يستوي بخمسين، اظني انها شوية كها غريبة وعجيبة. على العموم انت اهدى يا خلفان، اهدى، وان شاء الله انا بتكلم مع خليفة وبشوف منه ايش السالفة. هذا انا هديت يا سيف، لكن اسمعني، تراني هذا ابو سماه خليفه وحد فوالي، ترى ما بتطمن له. مبارك يا هلا مرحبا، من وين تتكلم؟ من الفندق؟ ان شاء الله ان شاء الله الحين، ان شاء الله الحين بكون عندك، مع السلامة. السلام عليكم يا الوالد. وعليكم السلام.
كيف الحال؟ خير إن شاء الله؟ لا الحمد لله خير خير، بس تعال معي خارج الفندق. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم يا أصيلة، كيف حالك؟ أنت إيش جايبينش مسقط؟ أنا اللي جايبينها، لأنها كانت معزومة عند واحدة من صديقاتها. صديقاتها؟ إيه نعم. المهم اسمعني، أنا اليوم عندي شغل واجد في مسقط ولازم أخلصه. ايه؟ وما دامك إنك أنت هني موجود، فوصل أختك نزوة، لأني يمكن أتأخر. ايه إن شاء الله إن شاء الله يا الوالد، أنت ولا يهمك، اعتمد علي، أنت توكل على الله وأنا الخير والبركة. زين، يلا مع السلامة عجل. ايه مع السلامة الوالد. هلا هلا في الطريق. شوي شوي على راحتك، بس لا تأخر وايد. إن شاء الله. يلا فمال لها الوالد. هلا 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 فوقتك. إن شاء الله يا الوالد. حياك. مع السلامة. تعرفي يا أصيلة، أنا لما شفت الجاية مع أبوي اتفاجأت بصراحة. ليكون وجودي مضايقنك يا سليمان. لا لا، كيف يا اختي يا اختي، انت الأصيلة، انت الخير والبركة مال البيت كله، حد يضايق من اخته؟ انزين سليمان، بغيتك تقول لي كل شيء ولا تخبي عني. عفا عليك دامر انت، بس اول انت قولي لي ايش رايك في الفندق؟ حلو ما كذا؟ صراحة يا سليمان معمار جميل جدا. بس بغيت اقول لك شيء. تفضل يا اختي قولي. صراحة يا سليمان، أنا ملاحظة أن أبوي ما مرتاح شوية، وأنت عارف أبوي كيف قلبه طيب. خير إن شاء الله، إيش في أبوي؟ صراحة أنا ما عارف إيش أقول لك يا سليمان، أنا خايفة أنك تكون تستغل طيبة أبوي وتتحقق بمراجعة التوظيف والدوارة على شغل عشان يكون عندك مبرر أنك تسكن في الفنادق الضخمة. أفا يا صيبة، ما توقعت أسمع منك هذا الكلام. إنزين، إذا كانت أنا هواقسي غلط في غلط، خليني أعرف، فهمني، أنت جالس تدور على شغل ولا جالس تضحك على أبوي؟ بعدني أقول لك الله يسامحك يا أصيلة، إذا كنت أنت العاقلة تقولي عن أخوك كذاك. إنزين قل لي، هين رحت بالضبط؟ والهين وصلت بخصوص الشغل؟ تو أنت خلينا من كلام الزايد، ويلا خليني أسمع كلام أبوي ووصلش نزوة أحسن لي. يلا أن المكان يكون حلو لما تزورينا يا أختي يا رحمة. احسنتي يا اختي، شيخه من احسانش وجزاش الله الف خير. تفضلي تفضلي يا اختي. عقب قولي لي، انا ما شفت اصيله هين هي. والله اصيله راحت مع ابوها لمسقط، قالت راح تزور وحده من صديقاتها، وبعدين بمر على سليمان منك. مسقط؟ قلنا فرصه نزورها اليوم. ترى تو زيان هنا عندكم قريبكم في نزوه. في نزوه؟ كيف تدرس الله يسلمك في معهد تمريض نزوه. ما شاء الله يا زيانة، وليش ما تزورينا يا بنتي؟ احنا اهل واكثر من اهل. والله يا خالتي الدراسة ماخذة كل وقتي، وبعدين معهد وضعه يختلف بالنسبة للسكن يعني والزيارات وكذا تعرفي. ما شاء الله ما شاء الله يا زيانة. قلت مدام ان اليوم عطلة اقنى امي ونشوف اصيلة. والله يا بنتي مثل ما تشوفي اصيلة ما موجودة هنا. أقول رحمة؟ نعم. ما شاء الله زيانة صارت عروس. الصغير يكبر يا أختي شيخة. إيه نعم، الله يخلي لك إن شاء الله أصيلة وسليمان. آمين يا ربي آمين. لكن رحمة ما قلتي لي متى إن شاء الله نفرح بزيانة؟ والله زيانة باي تكمل تعليمها في المعهد يا أم سليمان. الله يوفقك يا بنتي يا زيانة وتصير مثل أصيلة. هذه أصيلة الحين معلمة وفتحة عيونها زين لعلمها. الله يبارك ويزيد. تاخذ معاش زين الحمد لله، وتعرف كيف تدبر امورها، وبعدين فاتحه حساب في البنك وتعرف كيف تتصرف بفلوسها. ترى المال امان للحرمه يا اختي يا رحمه. صدقش والله يا شيخه. باكر ان شاء الله تخلصي يا زيانه، لكن اهاوي تجلسي في البيت، الشغل ترى زين للحرمه. ان شاء الله يا خالتي ان شاء الله. في الحقيقه انا كنت اول ما راضي ان اصيله تشتغل، قلت ما يستوي تروح وتجي وحدها، لكن شفت يا رحمه ان زمان أنا مغير زماننا. صدقش والله صدقش، وانتي الخير والبركة لأولادش. الله يخليك يا رحمة. هي يا رحمة، والله زمان.
لو انت قصرت تتكلمين وكان عقست خلاص ما كان كان بعد كان شباب انت الشباب يا خالتي. ما قلتي لي مو علوم اصيله؟ الحمد لله اصيله زينه. زين يا اختي الشيخه عاد ما خبرتينا متى نفرح ان شاء الله باصيله؟ عاد اصيله تو معلمه وتعلم وكامله من كل شيء والكمال لله وحده. والله هذه البنت محيرتني، كل ما يجي حد يخطبها ترفض، تقول وين لازم يكون مناسب لها، وبيني وبينك ما منها من ابوها، كل ما اجي اكلمه في الموضوع يقول لي لازم الشخص اللي يطلب بنتي تكون هي مقتنعه به. والله العم عبد الله انسان فاهم، والزواج المفروض يكون كذاك. سمعي كلام بنات اليوم يا رحمه. انا يا بنتي لما جابوا سليمان يخطبني لا شفته ولا شافني من قبل، سمعت الناس يقولوا انهم جايين يخطبوني لابو سليمان، وبصراحه استحيت من اهلي وما قدرت اراويهم وجهي، ورحت ركضت الغرفه وسكرت على عمر الباب. بعيد الشر يا بنتي تخطفي قدام الباب وما تدخلي البيت. كيف حالك ابوي؟ الحمد لله يا خالتي، كيف حالك انت؟ بخير الحمد لله، الله يعافيش. الله يعافيش. تفضلي ابوي تفضلي، بتشربي لي فنجان قهوه؟ كانش جايه تعبانه من الشغل. لا يا خالتي ما عليه، مره غيرها. اوي مره غيرها منين قاعد تجين انت عاد مره غيرها؟ دخلي ابوي دخلي، ولا تراني بزعل عليك؟ انا باقتنش في كلام. لا لا يا خالتي لا تزعلي، هاني دخلت. يلا عرفي يا بنتي يا فاطمه، عاقله عاقله ما تكسري كلام خالص. صالحه بابا اختي جاي يزورني. فاطمة دخلي يا ابوي استريحي، نكمل سالفتنا بعدين اجيب لك القهوة ما دام حاضرة. يلا سامحيني ترى لحبتين تمرة، وبنات اليوم انتم ما تحبوا التمرة وين تسووا رقيم. هذه أكلة الأجداد والآباء يا بنتي. ايوه طبعا. يعني تعرفوا طبعا انتم مدفترين دارسين. تفضل سوي ابوي قدام الحارة. عنش خالتي انا ما يقول عنش انا من فوادي بايا غنم لش. انا نعم من شفتش ردت لي عافيتي. الله يعافيك. سوي ابوي سوي والله يا اني يا فاطمه يوم اشوفش قايمه من غبشه وسايره الشغل نعم من فوادي تقطع علي شرحمش. نعم ارحمش ترى الشغل في هذا المصنع يا خالتي نعم يخلي الحرمه تساعد نفسها وبيتها صحيح، وفي نفس الوقت تعلم صنعه شريفه تفيدها في حياتها. واجبنا اتجاه بلدنا يا بنتي، واجب تشتغل. نعم أقول عاد فاطمة أنا بصراحة ما بايا أخرج، عارفش مستعجلة جاي تعبانة، بس عاد أنا أخوي يعني أنا بغيتش في كلمتين يعني خاصات بيني وبينك. يا خالتي صالحة أنا أنصحش تيجي تشتغلي معانا المصنع، أنت إيدين الزينات حل شغل النسيج، ولأنش بعد تخيطك ميم زينات ما كذاك؟ أنا يوم أخيطك ميم أسلي على عمري تراني، بس من هين عاد فيني على شغل المصنع يا حبيبتي ما اخضر. وبعدين الحمد لله رب العالمين ولدي خليفه ما مخليني محتاجه الله يبارك فيه، صار رجال ويعتمد عليه. نعم ويعتمد عليه. لذلك انا اقول ما يجوز من الله ان بنيه عاقله كما شنتي ترفض ولدي انا خليفه. يا خالتي ارجوش ارجوش لا تكلميني في هذا الشيء، انا قلت لك من قبل خليفه هذا ما ينفعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ويل 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 كذاك ها؟ تجي تزورونا وما تخبروني، وبعدين قصد ضحكت سبحان ضحكني معاك الا؟ الله جابش صدقيني. لا تكلمي، انتي بالذات لا تكلمي، كذا الصاحب يسوي في صاحبه؟ والله يا بنتي من نصيبنا اليوم نشوفش. احسنتي يا خالتي. اقول اصيله؟ اشوفش ما تاخرتي في مسقط؟ يا الوالده بصراحه تراني انا ما بغيت اتاخر. رح زرت صديقتي وبعدين زرنا سليمان انا والوالد، والوالد قال حس سليمان روح وصل اصيله وهذا تو انا قدامك كمان تشوفيني. والله بصراحه الله قابش في الوقت المناسب. اوهو كان شي ابوي ذي لما ورطاتني الشمس سوالف وباخت الناس عاد. عدتوا نحن متعادلين ترانا ايه. يا بنتي اصيله كنا نتكلم عن زماننا وزمانكم ونشوف الفرق بينهم. بسيطه، اولادي اليوم يحبوا التقدم السريع ويحبوا كل شيء جديد،
وأولاد زمان ما زالوا متمسكين على ما كانوا عليه من حياء وخجل وعلي تربوا عليه، وكل واحد فيهم يعتقد إن فيه هناك مشكلة، وفي الأساس طبعاً لا في مشكلة ولا غيره، واللي ما يلا قديم ما يلا جديد. حتى في التاريخ دائماً نلقى الأولين تحسفوا على أيام زمان. سمعي يا شيخة، صار البنات بيغلبنا. احنا طول عمرنا مغلوبات يا أختي يا رحمة. أها عاد توقع دوري أنا، أبغى أسألكم إيش مناسبة الكلام هذا على الجيل الجديد والجيل القديم؟ أفيدوني. السبب إني دافعت عن عمي عبد الله لأنه ما راضي زوجك الإنسان ما تكوني مقتنعة به. الله يبقي لنا أبوي إن شاء الله ويخلي حالنا يا رب. يا بنتي الرجل الصالح ما يظلم أهل بيته ولا يظلم غيره البر. شفتي؟ شفتي زيانة؟ كاملة والكمال لله سبحانه وتعالى، بنت حلال. نعم هي الوالدة، واللي عاجبني فيها إنها بنت فاهمة ومتعلمة. يبغالي أكلم سليمان عنها. إيش تقولي يا الوالدة؟ إيش أقول بعد؟ يبغالي نخطبها لسليمان، ترى سليمان الحين خلص ونبغى نفرح شوية. الله يهديش يا الوالدة، مثل هذه الأمور ما يبغالها أمور عقلة، هذه الأمور يبغالها تأني. الله يهديش الله يهديش، بس أنتي لا تفسدي لي مخ أخوش، لا تخلي مثل مخش. إيش؟ أيوة البنات اللي كان معش حد جاب على 3 وحد على 4 أولاد، وانت شاطرة كلام بس، وأبوش مساعدنا شف هالشي، وبعدين البنت حلوة وغاوية، ليش ما نخطبها لسليمان؟ سمعيني يا الوالدة، الله يهديش ويخليش، لا تجيبي هذه السالفة حق سليمان، ترى ما يصدق بمرة بيوافق، طبعا ما تفرق عنده، شاب وأهله جايبين للعروسة للبيت، إيش من مانع بيكون عنده؟ وإيش المانع زين لأن زوجه؟ يا الوالدة سليمان ما يشتغل، صدقيني ما يقدر يفتح بيت، زوجته من وين بيصرف عليها؟ من وين بيصرف على نفسه؟ وأبوش ليش يشتغل؟ وليش يتعب؟ ما علشان يصرف عليكم؟ يا حبيبتي يا أمي يا الغالية، ترضي تزوجي بنتش واحد عاطل باطل ما يشتغل؟ باكر بتشوف سليمان في أحسن وظيفة. إنزين بقول لك شيء، سليمان أصلا ما يفكر في زيانة، يفكر في واحدة ثانية. واحدة ثانية؟ كيف؟ وليش ما قلتي لي؟ كان بروح أخطب لإياها، يعني ما يستوي خلي الولد كذا. شفتي يا الوالدة كذاك، أول ما قلت لك إن سليمان يفكر في واحدة ثانية وافقتي على طول بدون ما تعرفي من هي هذه البنية وبنت من تكون. صح، بنت من هي؟ ما بقول لش إلا بعد ما سليمان يشتغل ويعتمد على نفسه. لا تقولي لي، بكرة سليمان يقول لي ويخبرني عن كل شيء وبشوفه بروحي. يلا يا الوالدة والله بوسلش دينش، لا تحرقيني قدام صديقتي. وليش الفشيلة يا زيانة؟ هذه عادات الناس، لا عيب ولا ممنوع. والله تصدقي ما أبغى هالطير عن أخوش ناصري. لا تنسي يا زيانة ما عندنا حد في هذه الدنيا غير ناصر. نعم وحظنا بيكون من السماء إذا أخوش ناصر تزوج أصيلة. نعم إيه اسم على مسمى أصيلة. يا أمي الكلام ما يفيد، وأصيلة بنت فاهمة ومدرسة، ما أظن أبوها بيوافق لواحد مثل ناصر، ما متعلم مثلها. والله أقول ليش أنا شفت كلام شيخة خفيفة عينك ذات. أنتوا عن إيش تتكلموا؟ سكت أنت بعد وخلي عني السوالف الكبار. يا أمي أنا خاف لو ناصر راح للعم عبد الله بيرده. أها عقب السالفة عن ناصر وأصيلة. والله كنت أتمناها حال ناصر لكن ما أقول إيش. أصلا ناصر أفعاله الزينة تخليه كل بنت تتمناه، وما أظن وحدة مثل أصيلة ما يعجبها رجل يقدر يتحمل المسؤولية حتى ولو كان ما متعلم مثلها. سمعي 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 كلام أختش الصغيرة، ما أنتي هي أنا تراني شفت شيخة يوم قاعد سولف معاي، عرفت لها عرفت من تلميحاتها هي قاعد تسألني عن ناصر وتمدح بنته، يعني أنا لازم أفهم. يا أمي الخالة شيخة كانت تلمح علي أنا. ها ليش أنتي حال سليمان؟ سكت انتي نوبة، سكت شوية. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هذه التلميحات صابتني انا بعد. ها كيف كذا؟ خالتي الصالحة اليوم شافتني وانا جاية من المصنع وغصبت علي ادخل واتقهوى معاها، وجابت سيرة ولدها خليفة اللي ما ينطاق ابدا. تو هذه مالها كذاك؟ ترى انا قلنا لها 1000 مرة انه ما نبغى ما نبغى. والله انت شوفي عاد. لا 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 ما يستوي كذاك، انا لازم اروح لها هذه الحرمه.
صالحة مسكينة يا ولدي، ولو قدرت تقنع خليفة إنه يشتغل معاك بالمصنع تكون عملت معروفين يا خالد. المعروف الأول حال خليفة، والثاني حال صالحة يا ولدي، لأن الناس كلها في البلاد تتكلم عن خليفة، اللي يقول عنه إنه ما يشتغل، واللي يقول إنه تاكل على أمه، وكلام كثير كثير يا ولدي يتكلموا عليه. خليفة يا أمي اشتغل دلال مكان سيف؟ أنا ما صدقت لين شفته بعيني. وكيف شفته يا ولدي؟ والله أنا أشوف إن الدلالة هذه ما شغلت خليفة. خليفة اشتغل دلال؟ لا 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 لا، المسألة فيها شيء، بس إيش هذا الشيء؟ أنا ما أعرف. زين، وإيش رأيك يا ولدي أنا أشور عليك بشورة؟ خير الوالدة، مو هناك. نسير أنا وإنت بيتهم خليفة، وعاد إنت الله يهديك بطريقتك الخاصة كذا تحاول إن تقنعه على أساس إنه يشتغل معك، والله يهدي عاد. لا 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 لا، اسمح لي يا خالد، اسمح لي، أنت غلطان. نعم إنك غلطان يا حبيبي. أنا هذه الأيام جالس أطلع مبالغ حلوة من العرصة، مبالغ حتى ما أحلم فيها ولا توقعها بعد. يا أخوي أنا خايف عليك يا خليفة، أنت جالس تشتغل شغلة ما تعرف أولها من تاليها. خليفة اسمعني، أنت الحين معك ثانوية عامة، وأنا أشوف أنك لو خضيت لك دورة مكثفة في المعهد الصناعي بتكون مؤهل أنك تكون من أحد العمال الماهرين، ولما يفتح المصنع إن شاء الله بتكون أنت خلص الدورة، في هذه الحالة بتقدر تستلم المخرطة في المصنع. الله 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 الله، برافو على الخطبة الجميلة هذه الرائعة الحقيقة. خالد أنت ما تستحي على وجهك، حتي والله تنحل جاي ومتعب نفسك وحاتك حالة وجايب هالمساكينة معك وجالس تحكي لحكاية ألف ليلة وليلة كلها عشان تقول لي إني أشتغل معك، وعلى إيش يا حسرة؟ على المخرطة. تعالوا تو، إيش هذي بعد مخرطة؟ يعني حداد ما يعني حداد، هذه أخرتي حضرته باغي نشتغل معاه في المصنع حداد. شوفي بالله تنعليك، الحين أنا دلال رقم واحد في العرصة أشتغل مع هذي حداد. كيف؟ لا 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 لا، حشي ولدي أنا يشتغل في حداده؟ لا والله ما أرضى عليه، ولدي الحمد لله رب العالمين يجيب لي ريالات ولا ريالات من العرصة ولا في يوم وحده. إيه؟ يا صالحة أنا أقول لو إنه خليفة يشتغل في المصنع أضمن له. شوفي خالد الله يبارك فيه كان عامل في ورشة حدادة، ويوم الله يسرها علي يا بنت الحلال استوى صاحب مصنع، والعاقبة عاد حال خليفة. مريم نعم، وفي الفايدة كان خلصين من القهوة هاتي هنا قربي. زين أبوي زين فضلي خليفة. نعم اسمعني، وفي الفايدة سوي قدام القهوة سوي. أنت الحين لما تخلص الدورة زين بتحصل منحة تشجيعية وتسهيلات كثيرة من الحكومة، في هذه الحالة بتقدر تفتح لك مصنع. لا بلا آسف، اسمح لي اسمح لي يا أخي اسمح لي، أنا جالس أشتغل الحين في الدلالة، وشغل الدلالة هذا يوصل للتجارة الكبيرة وبسرعة، بعد صفقة واحدة بس وبصير فوق فوق. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ما ها ها ولدي ناصر، السلام ها. عليكم يا الوالدة. عليكم السلام. يا الله استريحي استريحي، ما استريحي، الواحد تعبان تعب. يا الله الله يساعدك يا ولدي الله يساعدك. ها ما قلتي لي ايش اخبار بيت عمي عبد الله؟ ايه يا ولدي والله يسلموا عليك واجد واجد. الله يسلمهم بكل خير ان شاء الله. ايه اقول لك ناصر، قولي باي اتكلم معك كلمتين. خير ما كلمتين عن بيت ابو سليمان. والله ذكرتيني بسليمان انت الحين، انا من كم يوم باغي اتصل فيه بخصوص مشروع الري، بتصل فيه الحين. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا ناصر كيف حالك؟ انا بخير الحمد لله، لكن عاد باغنك تسالني عن المزرعه. ما لها المزرعه؟
المزرعة تنتظر المهندس الكبير اللي بيركب لها أنابيب الري بالتنقيط. إذا كان كذاك بتصير مزرعة تمام، يعني معتبرة يا ناصر. بعون الله إن شاء الله، بعون الله. لكن عدمتك معانا يا مهندس سليمان. ها أسألك، بتجينا باكر وما بتجي؟ هذا أنت دومك كذاك، أنت ما تبغاني إلا لما أكون مشغول يا ناصر الله يهديك. اسمع، خليني أقول لك كيف تسوي مشروع الري بالتنقيط وبعدين تسألني. لا لا، جبت الهوزات؟ أنا جبت الهوزات، لكن لا تقول باغي تشرح لي بالتلفون، أنا ما أفهم كذاك، بعيد عنك، ما أفهم. اسمعني، أنت بتجيني باكر وما بتجيني؟ يا ناصر يا أخوي صدقني أنا ما متكبر عليك، بس أنا فعلا مشغول واجد ولازم أرجع مسقط، وما أقدر أشرف على تمديد هوزات الري، وأنت عارف مزرعتك يا أخوي كبيرة. أرجوك أرجوك أعذرني. ما علي يا مهندس جمال، ما علي، معذور. لحظة لحظة ناصر، أنا في مهندس زميلي يموت ويتمرغ في التراب، أنا بكلم لك إياه وبخليه يجيك من الصبح. إن شاء الله، لكن عاد ها وصي علينا ترك. مثل ما قلت لك يا أخوي، مثل ما قلت لك، هذا تعقه في المزرعة وتنسى فيها. زين عاد، لكن عاد وصي، قول هذا من الجماعة ومن الأهل. أفعليك ولا يهمك يا أخوي. انزل. هذا مثل ما قلت لك، هواية تعقه في المزرعة وتنسى فيها بعد. إن شاء الله خير، إن شاء الله. إن شاء الله على خير. انزل. سلم يلا، سلم. يلا يوصل، وأنت بعد سلم. إن شاء الله. يلا فمان له. فمان له. مع السلامة. هاي ولدي خير ان شاء الله، بشر يا امي. هذا سليمان ما منه فايده، انا حاس اني هذا سليمان ما مال زراعه البر، انا ما اعرف كيف طلع مهندس. خلي عنك انت، خلي عنك، اقول لك يا ولدي انا حاس ان سليمان هذا بيكون شمقك. مو هو شمقي؟ اي نعم شمقك، نحن يمكننا عن اصيله بنت عمك عبد الله. اصيله وراس الغنم 25 ريال، 25 25 من يزيد. يا جماعة هالأيام هذه ما شف السوق لنا من البر، صدقوني 25 من يزيد. خلت الجار ليل ليل، خلا 25 ريال، 25 ريال من يزيد، من يزيد 23 بدأ وقار 30 ريال، خلا 30 ريال، 30 من يزيد، من يزيد 30 30 10,000 ريال، وهذا عقد الرهن وقع من الوالد شخصيا، واذا تبى توقيعها
3000 ريال. تفضل سيد. تفضلوا يا جماعة وقعوا كشهود إن شاء الله. هنا الله يقدرك على السداد يا خليفة. أنا جاي يا عمي عبد الله، متأمل إني أناسبكم، ولي الشرف إني أكون واحد منكم، وأتمنى إني ما أرد خايب. يا عمي عبد الله، الشاب لما يفكر في الزواج فأكيد إنه بيبحث عن البنت الأصيلة، ومن بيت طيب وأصيل وبنت ناس طيبين، وأنا جاي أطلب لنفسي بنتك أصيلة. يا أبو سليمان، أنت مثل ما سمعت ناصر، وناصر تعرفه زين، شاب مكافح ومجتهد من يوم هو صغير، معتمد على نفسه ومتحمل مسؤوليته ومسؤولية أمه وخواته. معنى كلامي يا أبو سليمان أن شاب مثل ناصر ما ينعاب. أحسنت أحسنت يا سيف، وهذه الساعة المباركة. والله يا ولدي، إذا كان علي أنا، اشهد الله أني أشوفك ولد والنعم فيك. بس يا ولدي، أنا إنسان أخاف الله ورسوله، وما أريد أشل ذنب البنت على رقبتي، لأنه هذا الشيء بيسألني عنه الله يوم القيامة، والله ورسوله أمرنا أن نستشير البنت. أنا بشاور البنت، وإذا وافقت ترى مبروك، وإذا ما وافقت فهي صاحبة الشأن. بشاور البنت وأهل البيت وبرد عليك. عنتك لست تردد يا خليفة، ترى ماشي شغل يجيب الربح والفلوس مثل المقاولات، وتخليك فوق فوق. مقاولات؟ زين بدر، وإيش المطلوب مننا؟ حلو، أنا بقول لك، قول. أنروح وزارة التجارة والصناعة وبنطلع سجل تجاري. حلو. وفي نفس اللحظة نسجل الشركة بشكل قانوني ورسمي. تمام؟ تمام. معي؟ ونروح نفتح لنا كده هم كيتيب صغير على حالنا، على قد نسخه بسك. حلو. ونروح دائرة العمل ونطلب لنا كم عامل كده اللي مفقولنا عليه، 10 20 30 برايو. بويكي بويكي. ها، ونجيبهم. ايوه، ونسرحهم. سرحهم، كل واحد يشتغل شغله بيعرف لها على كيفه. لكن مقابل هذا ناخذ من كل واحد مبلغ 20 ريال 30 ريال نهاية كل شهر. هذا يسميه كوميشن، يعني ناخذ من كل واحد كوميشن شهري، وحنا مرتاحين وما شايلين هم. الله الله على هذه الأفكار هذه بصراحة. بعدين أنا مستانس من هذه سالفة كوميشن. لا بعد، ونضرب عصفورين بحجر. كيف يا شاطر كيف؟ الشركة والكوميشن. حلو. ها؟ حلو. ونجيب لك كاشور ونخليه يشتغل في الشركة. هذا هو. أما أنا وأنت نروح البيت ونتجلس هناك رجل على رجل. شوي شوي يا دجل، شو لك كسرت البيت وبغلت أنا أنا حسب شيء مثل هنا. شوي يا المدلمي. زين كمل كمل، ما عليه، هدي هدي أنت. ونحط رجل على رجل. ونحط رجل على رجل كذا هم انتفخين. حلو. ها؟ والفلوس رايحة وجاية، رايحة وجاية. والدنيا ماشية. الله عليك الله عليك. ها؟ أقول فتر، ها؟ أما سالفة المقاولات هذه صراحة دخلت دماغي. نعم دخلت دماغي. بدر يا عز أصدقائي. شبيك لبيك، بدر بين يديك ويقول لك أطلب ما تريد. فعليك وأنا خليفة، أنا ما أطلب، أنا ينطلب مني، ومع ذلك أنا ما أقدر أستغنى عنك أبدا. لا لا لا، ما يستاهلها. ناصر عاد، ما لقيته غير ناصر. ناصر يتزوج أختي أنا. هو هين ونحن هين، كيف هو يفتكر الدنيا لعبة؟ بعد إذنك يا أبوي، أنا ما موافق على هذا الزواج. إيش قلت يا ولد؟ هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط، جاء
جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر، طال حبله أو قصر. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد، وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر، بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر، وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.